السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة انا هكلمكم عن ازاي تحل مشكلة العقارب، اللي هي العقارب مش ماتش مع الديجيتال. يعني الساعة في الديجيتال دلوقتي او في الرقمية دلوقتي، الساعة دلوقتي 9:26، 9:30 إلا 5. الساعة دلوقتي على العقارب الساعة 12:30 إلا 5. ازاي نظبط الموضوع ده؟ ببساطة شديدة جدا، انت كل اللي انت هتعمله انك هتضغط على الزرار اللي اسمه فورورد. ده فورورد، تمام؟ هتدوس على فورورد، اللي هو الزرار ده اللي هو بصباعي الكبير ده كده، هتدوس عليه اهو. الزرار ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان انت هتعمل ريسيت للساعة، ان انت هتعمل للساعة حاجة اسمها ريسيت. ريسيت دي يعني ايه؟ اللي انت هتعيدها وتعيد تظبيط عقارب الساعة. فلازم تبقى تظبيط عقارب الساعة على الساعة 12 بالظبط. فانت هتعمل ايه؟ تختار من فوق او تحت، فوق او تحت، تدوس فوق كده. هتلاحظ نسيت دي. انت اول ما بتدوس على كلمة فورورد، بعد ما بتجيلك علامة اللي هي يعني اللي هي الصفارة دي، بتدوس على كلمة مود. مود دي ان انت بيشوف الساعة مقدمة. ما احنا كنا بنقول في الديجيتال كانت 9:25، في العقارب كانت 12:30 إلا 5، يعني كانت زيادة 3 ساعات. فدلوقتي الزيادة فعلا 3 ساعات اهي. فانت عشان تظبط الساعة دي تظبطها ازاي؟ هتدوس على دي. بص، لما تيجي تدوس على الزرار اللي فوق بتلاقي العقرب بيبتدي ايه؟ يشفت على ناحية الشمال، يعني بيجي ناحية الشمال كده. فانت هتعمل ايه؟ هتروح تخليك دايس كده على طول، وتسيب ايدك، هو بيقعد يلف لحد ما انت عايز توصله على الساعة كام؟ لحد ما تخليه على الساعة 12 مظبوط، الساعة 12 ستاندرد. الساعة دلوقتي قربت على الساعة 12، تروح دايس دوسة كده بسيطة، تقعد تدوس 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 لحد ما تظبطها على الساعة 12 اهي. كده الساعة بقت 12 اهي، الساعة دلوقتي 0 و12 اهي، تمام. بعد كده هتروح دايسين على كلمة adjust. adjust اهي. الساعة كانت كام؟ هقول لكم دلوقتي. بس كده 27 27 8 ده التاريخ. لما تيجي تغير، انت عايز تخلي الحتة دي المربع الشمال ده عايز تخليه تاريخ ولا ساعة؟ انا عن نفسي بخليه تاريخ عشان لما باجي ابص على طول. بس احنا عايزين دلوقتي نعرف الساعة كام في الديجيتال. هنيجي نضغط كده، هيقول لك الساعة 9:29، يعني الساعة 9:30 إلا دقيقة. وفعلا الساعة دلوقتي اهي الا دقيقة بالظبط اهي، الساعة 9:30 إلا دقيقة اهي، وهي بالظبط. فهي دي اغلبيه، وعلى فكره ممكن تظبطها على يعتبر اغلبيه ساعات الانالوج، الانا ديجيتال قصدي، اللي هي ايه؟ فيها عقارب ديجيتال، اللي هي فيها عقارب قصدي، اللي هي العقارب دي اسمها انالوج، والديجيتال اللي هي المربعات اللي هي الديجيتال اللي في النص الرقميه. فبيقولوا ميكس كده اسمها انا ديجيتال. اي ساعه جي شوك انا ديجيتال اوريجينال تقدر تظبطها بالظبطه دي. ولو في اي حاجه يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات ايه المشاكل اللي واجهتكم. وانا ان شاء الله ان شاء الله بحاول بقدر الامكان ان انا اقرا الكومنتات، وبحاول ان انا اعملها على المتاح عندي. يعني في ناس كانت بتقولي فعلا المشكله دي كانت بتقابلهم، فانا بعملها على المتاح عندي، لكن في حاجات ما تبقاش متاحه عندي فما بقدرش اعملها. بس كده. واتمنى طبعا ما تنساش تعمل لايك للقناه، تعمل لايك قصدي الفيديو، واتمنى اتمنى تنزل تحت وتشترك عشان تدعمني، عشان 85% من احصاءات اليوتيوب بتجيلي ان المشاهدين اللي بيتفرجوا عليا ما بيضغطوش على الاشتراك، ما بيشتركوش. فاتمنى بس لدعمي تنزل تشترك في القناه، واتمنى كمان تنضم معانا، عشان احنا دي قناه ان شاء الله هتبقى قناه مختصه للساعات، ومن اكبر قناه ان شاء الله هتبقى اكبر قناه في الشرق الاوسط، في يعني في مصر والوطن العربي كله، في مختصه بالساعات وتصليحها وتظبيطها وكل حاجة. فشكرا جدا ليكم.